بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب في مساء الرموز الذهبية الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث استمتعنا معكم ومع حضراتكم واستمتع كل من يتابع هذه الرياضة العربية الأصيلة اليوم بهذه المنافسات الشيقة في هذا اليوم الخاص بالثنايا. بداية التهنئة تزف إلى هجن الشيحانية والقائمين عليها ولأبناء قطر على فوز الداودية بالكأس المفتوح للثنايا في مساء هذا اليوم، حيث افتتح الشعار العنابي أول رموز اليوم وحقق الكأس المفتوح. أهني سالم بن فاران الذهبي اللي اليوم قدم الداودية في الشوط الرئيسي، كما أهني أيضا هجن الرياسة على فوز الواعية بكأس المحليات، وأهني أيضا هجن العاصفة على فوز أدهم بالبندقية الذهبية، وأهني الرياسة أيضا للمرة الثانية على فوز طماع بالشوط الخاص بالمحليات. تهانينا والناموس نبدأ أيها الإخوة المتابعون مع حضراتكم في وقائع هذا الشوط العاشر اللي انطلق بهذه المجموعة وهذه الشعارات الكبيرة اللي شاركت اليوم في هذا المساء، في مساء ما قبل الختام، في مساء ما قبل الختام. القعدان المهجنات، سيارة غالية بانتظار الفائز بالمركز الأول. البداية شاهين يحتل الصدارة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في المتابعة وفي التضمير، يليه مباشرة هملول لسمو الشيخ زايد بن المر آل مكتوم، المضمر هو حمد بن علي العويسي، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يحتل المرتبة الثالثة بوجود شاهين، يضمر فيصل بن طالب بن شريم المري، وهذا هو شعار هجن الشيحانية القادم بقوة اليوم القادم. هذا هو الريان يحتل المركز الرابع مع هجن الشيحانية يضمره سلطان الوهيبي المركز الخامس، بشاش على خامس المراكز يحتل المركز الخامس مع شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في المتابعة، والمركز السادس المركز السادس هذا هو السلع لسمو الشيخ محمد بن هيان آل نهيان جمعة بن محمد المزروعي، والمركز السابع شعار هجن العاصفة مع متعود على المركز السابع بشعار العاصفة يضمره حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثامن هذا سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن علي بنواس، والمركز التاسع شعار العاصفة المركز التاسع حايلتك على المركز التاسع بشعار العاصفة يضمره حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز العاشر شداد يحمل الرقم 10 في هذا الموقع، وأختم النداء معه لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن آل نهيان حمد حمد بن بيات الرميثي في عملية التضمير. هذه المراكز العشرة أيها الإخوة المتابعون، هذه المراكز المندفعة في هذا الشوط الخاص بالقعدان المهجنات. يا سلام، اليوم في الفترة المسائية أشواط الرموز وأشواط الثنايا
والأشواط الرئيسية لأصحاب السمو الشيوخ خلاص أسدل الستار على سن الثنايا مع هذا المساء المميز المليء بالمفاجآت. يا سلام يا سلام، عودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار الشحنية، إلى شعار الشحنية على المركز الأول على الصدارة. هذا هو الريان، هذا هو الريان اللي يحتل المركز الأول، ينطلق بشعار الداودية الفائزة بالكأس المفتوح. هذه 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 انطلاقة الريان، وهذا هو الريان يتصدر هذه الأسماء وينطلق بشعار هجن الشحنية. سلطان الوهيبي المتابع والمضمر لهذا القعود. المركز الثاني هذا فيصل بن طالب بن شريم المري، يضمر وينطلق متابعا لشاهين، مضمر القرن بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث السلع لسمو الشيخ محمد بن هيان آل نهيان جمعة بن محمد المزروعي في المتابعة والتضمير. المراكز الثلاثة الأولى هذه أعلنتها لحضراتكم. أنتقل إلى شعار سمو الشيخ زايد بن المر آل مكتوم بوجود هملول اللي يحتل المركز الرابع مع هذا التقدم. حمد بن علي العويسي في المتابعة خامسا يحمل الرقم 5 ويدخل دائرة المنافسة. شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في المتابعة. سادس المراكز متعود على المركز السادس لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة. المركز السابع بشاش لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم غانم بن مصر بالقوبع. المركز الثامن انتقل لشداد، هذا اللي اعلنته بالمركز العاشر قبل لحظة، هنا ينتقل الى المركز الثامن لسمو الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان حمد بن بيات الرميثي. وتاسعا يحتل حايل تكلي هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعاشرا يتقدم نشوان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مطر بن لاحق الهاجري في المتابعة. أيها الإخوة المتابعون، هذا هو النداء الثاني، هذا هو النداء الثاني لهذه القعدان المشاركة، هذه القعدان وهذا التنافس، هذا التنافس وهذا اللقاء الأخوي الكبير اللي يجمع أصحاب السمو والشيوخ في موقع واحد في دانة الدنيا دبي في ميدان المرموم في منافسات المرموم 2014. يا سلام، رموز توزعت في هذا المساء مع شعار الشحنية، مع شعار العاصفة، مع شعار هجن الرياسة، أيضا شعارات شاركت في هذا التنافس القوي. يا سلام، الريان على المركز الأول، الريان يقوده العملاق سلطان الوهيبي بشعار الشحنية، يطمح في نقل السلام إلى دولة قطر مع هذا التقدم. يا سلام، الريان أحد المناطق الجميلة هناك، هناك في قطر، هنا يتابعون أبناء الشحنية، يتابعون في قطر عبر شاشات قناة دبي ريسينج في هذا المساء المميز المليء بالمفاجآت الجميلة الجميلة. المركز الثاني السلع لسمو الشيخ محمد بن هيان آل نهيان جمعة بن محمد المزروعي في المتابعة. ثالثا لشاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان ويضمره الصادق بن فضل الأمين. ووصل متعود بالإضافة إلى حايلتك بشعار العاصفة يحتل المركز الرابع والخامس. يا سلام، حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة. المركز السادس وصل نشوان، انطلق نشوان، أعلنت بالمركز العاشر، انطلق ودخل في دائرة المنافسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضمر مطر بن لاحق الهاجري. انطلق هنا بشاش لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في المتابعة. والمركز التاسع، المركز التاسع هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري. وأختم النداء بشداد لسمو الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان حمد بن بيات الرميثي. خلاص، هذا هو النداء الأخير إخواني، النداء الأخير، النداء الأخير. هجن الشيحانية على المقدمة، هجن الشيحانية مع الريان، مع الريان حتى هذه اللحظة في هذا التقدم.
المميز يقدم سلطان الوهيبي. يا سلام الريان 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 في هذا الميدان، في هذا الميدان ينطلق بشعار هجن الشحنية، انطلق في صدارة الشوط، انطلقت الأسماء الوهيبي، تحرك شعار العاصفة، تحرك شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان، انطلقوا في هذا المساء، انطلقوا تقدموا نحو النقطة الذهبية التي ستسجل باسم من؟ باسم من؟ باسم من؟ الريان، الريان على المقدمة، هجن العاصفة مع متعود على المركز الثاني. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هنا شعار سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع نشوان، مع نشوان مطر باللاحق يقدمه. يا سلام الريان ونشوان ومتعود، اللحظات الأخيرة، الناموس، السيارة بالانتظار، متعود والريان ونشوان وأيضا شداد واصل، واللحظات الأخيرة يا الوهيبي، اللحظات الأخيرة مع 600 متر الأخيرة، 800 متر الأخيرة، انطلق الريان، انطلق الريان، طار الريان في هذا المساء كما انطلقت الداودية، ولكن متعود، متعود خطير، متعود خطير مع العاصفة، مع العاصفة، مع العاصفة، الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة والتضمير. الريان متعود، الريان على المركز الأول، على الصدارة، سلطان الوهيبي هو القائد والمتابع، وأبناء الشحنية يتابعون في هذه الأمسية الرياضية، في هذه الأمسية الذهبية، الذهبية، الذهبية. الله الريان ختم هذا الشوط بفوزه، الريان بشعار الشحنية، بشعار الشحنية وهجنها. تهانينا، تهانينا من هذه اللحظة أزفها لهجن الشحنية والقائمين على هذه الإمبراطورية الكبيرة. أهني سلطان الوهيبي القائد والمتابع لهذا الشعار الكبير. تهانينا، تهانينا لأبناء قطر على فوز الريان، الريان بالمركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحنية وللمضمر سلطان بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس. متعود على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة، المركز الثالث نشوان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز الرابع هملول لسمو الشيخ زايد بن المرء آل مكتوم، المركز الخامس شداد لسمو الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان. إذن هذه اللحظات الأخيرة، وهذا هو الريان احتل الناموس، فاز معنا بهذا الشوط في منافسة شريفة ونزيهة حصل من خلالها شعار هجن الشحنية على النقطة الذهبية التي سجلت ودونت بأحرف من ذهب كما فعلها سالم بن فرام بالشوط الرئيسي المفتوح مع كأس الثنايا. تهانينا والناموس لهجن الشحنية والقائمين عليها على هذا الفوز. الريان والتوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية. أهني هجن الشحنية وأهني سلطان بن سالم الوهيبي على هذا الفوز. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا لعملاق المضمرين. 13 دقيقة 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية، هذا هو متعود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصل نشوان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر مطر باللاحق الهاجري. توقيتها الزمني جزئين من الثانية 10 ثواني 13 دقيقة. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا والناموس لكل من حصل على الناموس في هذا المساء الرياضي الكبير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا 11 في مجموع الأشواط والشوط 11 الخاص هنا أيضا بالثنايا البكار، المحليات الأصايل لأيضا هنا بالانطلاقة والتحدي من هجن أصحاب السمو الشيوخ.